خلينا نتعرف أكتر على المبادرة. معنا على التليفون الأستاذ الدكتور أحمد كمال الأنصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي. برحب بيك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. لو تكلمنا بداية أكتر عن مبادرة نحو مجتمع آمن اللي أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة بجامعة جنوب الوادي. أولا أنا بحيي حضرتك وبحيي مشاهدينا الكرام. شكرا. إحنا دايما بنشارك في كل المبادرات اللي بتطلقها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. المرة دي المبادرة انطلقت من خلال المركز المجلس القومي للمرأة، واحنا دايما بنشارك معهم في كل الفعاليات اللي بتبقى موجودة في المجلس، باعتبار ان المرأة هي اساس الاكبر في بناء الأسرة المصرية، واحنا بنعتبر ان السلامة هي العنصر الاساسي للاستمرار على قيد الحياة، حتى ان يكون الانسان في امان دايم، وده شكل من الاشكال عشان ما يتعرضش لاي شكل من اشكال المخاطر اللي ممكن تهدد استمرارية حياته. عشان كده احنا بنشارك في هذه المبادرة واطلقناها من جامعة جنوب الوادي بمشاركة المجلس القومي للمرأة. طيب دكتور احمد، يعني خلال المبادرة تم طرح مفهوم العنف الالكتروني ضد المرأة. الحقيقة يعني المصطلح ده يبدو انه حديث، يعني ممكن متعرف على فكرة التحرش الالكتروني بالمرأة، لكن العنف ده تفسيره ايه؟ العنف ده ظاهرة الكترونية جديدة بتضم مجموعة متعددة من الجرائم واشكال العنف اللي بتتم من خلال الانترنت، وباستخدام أنظمة الحاسب وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عشان خاطر تقدر تسهل على المتحالفين دول تهديد الأفراد وتسبب لهم أضرار نفسية وجسدية ونفسية واقتصادية، وبالتالي بتستغل الفرد بأموره الخاصة أو نقاط ضعفه اللي بتبقى موجودة عنده من خلال سحبها من بعض الملفات الموجودة على الموبايل، وده أسوأ أشكال العنف اللي هو العنف الإلكتروني اللي موجود عندنا. ومنها على سبيل المثال التحرش الالكتروني، انتهاك الخصوصيه المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات، الجريمه الالكترونيه واللي بتتمثل في الوصول غير القانوني للبيانات الشخصيه الحساسه اللي موجوده على الموبايل للفرد، ودي لها اسباب، يعني اسباب هذه الظاهره وانتشارها بيكون دايما الفهم الخاطئ للحريه والتعبير عن الراي، كل واحد بيعتبر ان رايه ده هو رايه السليم، وبالتالي هو بيعمل اللي هو عايزه طبقا لما يتراءى من وجهه نظره الشخصيه. شعور الأشخاص بالنقص والإحباط في بعض الأحيان والحرمان وعدم الثقة بالنفس يخليه يقوم بهذا الدور عشان خاطر يحس بنفسه. ربما يندرج تحت هذا المصطلح دكتور أحمد يعني مسألة التهديد والابتزاز الإلكتروني. خلينا نتكلم عن يعني نسب انتشار وأشكال هذا العنف الإلكتروني، يعني كما رصدتوه. والله هو بنسبته ما هياش كبير قوي، لكن بالنسبة للفتاة في صعيد مصر، يمكن صعيد مصر بيختلف شوية عن اي منطقه اخرى، لان في عندنا بعض العادات والتقاليد والقيم بتخلينا نحظر على الفتاه انها يعني تتمادى في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي بيبقى في حدود، فبالتالي هنا النسبه عندنا ما هياش كبير قوي، لكن قد تكون موجوده في اماكن اخرى في داخل الدوله المصريه بشكل كبير. احنا لان احنا بنقوم بكثير جدا من بعض الحملات التوعيه اللي احنا بنعملها للطلبه والطالبات، سواء كان داخل الجامعة أو حتى للمرأة المصرية، باعتبار أن الجامعة جزء من الدولة وجزء من المجتمع المصري، فإحنا بنقوم بالتوعية لكافة أطياف المجتمع المصري داخل وخارج الجامعة، بنوعي كل الناس وكل الفئات وكل الشرائح بأهمية الأمن والأمان، وإزاي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وإزاي أن هو يعرف نعرفه إيه هي المخاطر اللي ممكن من خلالها أن هو يتعرض للابتزاز الالكتروني، وبنحس الابوين دايما على ان هم يراقبوا سلوكيات وتصرفات ابنائهم عشان خاطر نقدر نوصل للحلول والعلاج كنوع من انواع ضد العنف اللي احنا ممكن نشوفه. بنحاول ان احنا نرسخ ونعزز ثقافه الحوار والتسامح من خلال تبادل الراي والتعبير واحترام القانون من خلال الندوات اللي احنا بنعملها والنظام. طب دكتور احمد اسمح لي بس، نظرا لضيق الوقت انا عندي سؤال مهم، يعني طبعا في اطار هذا العمل التوعوي المهم والتوعيه بمخاطر يعني هذا الامر العنف الالكتروني، الى اين او الى من تلجا المعنفه الكترونيا؟ يعني توصلتوا لايه؟ والله احنا دايما بنعمل ندوات توعيه خاصه بالجوانب القانونيه، وبنوعي الناس الجوانب من الناحيه القانونيه ايه اللي ممكن هي تستخدمه واللي هي ممكن تلجا لمين اثناء تعرضها، اذا كانت داخل الجامعه في القنوات الشرعيه اللي ممكن تلجا لها، بدايه من عميد الكليه اللي موجود فيها، تنتهي الى ان تصل الى رئيس الجامعه، بنتخذ كافه الاجراءات الخاصه بحمايه الطالبه، دا
داخل الجامعه من خلال استخدام القوانين الموجوده المنظمه عندنا في الجامعه، واللي بينص عليها القانون ان احنا كيفيه العقاب بالنسبه لهذه الحالات. والقانون تنظيم الجامعات ما سابش نقطه من هذه النقاط الا ان هو حط فيها الضوابط الخاصه دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا المجهود وهذا الايضاح، الدكتور احمد كمال الانصاري نائب رئيس جامعه جنوب الوادي، شكرا جزيلا لحضرتك.